بس فده أوف. انت فكرتني بيها برضه. اوف. طب انا اقول لك على حاجه, we're 1 hour and 50 minutes خلاص بقى, كفايه قوي كده podcast, كفايه قوي كده. I want you to give كده حبيبي والله يا برو. انا اتبسطت بيك جدا حبيبي, شكرا. ونورنا تاني. رش ميه بقى. نورنا تاني. رش ميه. عايزك باي ذا واي, انا this is these are allergies. عايز نعمل بيت بوكس. اوف اوف انت يو بيت بوكس. لا مش قوي يعني بس. لا خش خش خش, ممكن اديك بيت. I want us to end the podcast on a note where you give advice to people who are listening. شباب 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 دي شباب صغير عايز تسافر, شباب كبير عايز تسافر, شباب مش عايزين يسافروا. Just do it. Just do it. بتاعت نايكي. بتاعت نايكي. Literally just do it. لأن فعلا يعني بص, هو حتى في السفر مثلا لما كنا عمالة بلان في رحلة وبتاع, هي أصعب ستيب إنك تطلع برا الباب ده. فأنت وانس إن أنت خدت أول ستيب إن أنت تطلع برا الباب دي, مش بقى ممكن يبقى ثيوريتيك الباب او بيسموه ايه منتل, مش ميتافوريكال, ميتافوريكال الدور, فاهم؟ ان هو لاي حاجه بقى, مش شرط سفر يعني, ما بقولش الناس اللي تسافروا, بس هو افتح الباب ده اللي هو جاست دو ات. لو حاجه انت مستني بقالك كتير تعملها, جاست فريكن دو ات. لان انت اي حاجه فاكر نفسك مش هتعرف تعملها انت هتعرف تعملها, بس انت يو جاست نيد تو تيك ذس فيرست ستيب بس. وانا نفسي عمري ما تخيلت ان اعرف اتكلم قدام كاميرا في الفلوجز وبتاع, وكان بالنسبه لي حاجه لا انا خلاص انا جاست دوينج انستغرام تيكينج بيكتشر. بس بعدين لما بدات بقى واحده واحده, وفي الاول كانت الناس تقعد تقول لي لا ما تقلقش هي مع الوقت هتيجي, وفعلا هي مع الوقت بتيجي يعني, everything is takes practice until you master it. بس فاي حد بيشكك ان هو عايز يبدا حاجه او نفسه يعمل حاجه يعني يبدا على طول. والناس اللي بتتفرج دي معظمها عرب, فانا عايز اشجع اي عربي ان هو فعلا يبقى the citizen of the world, لان احنا العرب طول عمرنا احنا اللي بتوع الconquering, احنا اللي متعلمين بالظبط, احنا اللي بجد احنا اللي كان احنا بالنسبه لنا الاوروبيين ده ناس جهله. فانا بالنسبه لي فعلا I want to bring that glorious, مش عشان انا متعصب او حاجه, لا عادي الاجانب جمال والله انا بحب بس يعني we have this in our genes, it's dormant, بس احنا لازم ناكتيفيت ات ونروح بقى فعلا نتعلم لغات, نقرا, نعرف عن العالم, نسافر, نروح نيجي. احنا البشر جلدنا او ان جنرال احنا وي فيت ايفريوير. لو انت في اليونان محدش هيقول لك ايه ده يوسف انت اجنبي, انت لو كلمت يوناني يو فيت. لو رحت البرتغال نفس الكلام, لو رحت البرازيل نفس الكلام, لو رحت معظم الاماكن احنا وير بليست, احنا وير ميديترينيانز ان جنرال. بس الميديترينيان بيبل وي هاف ليفرج على العالم كله, ان احنا جينيتيكلي احنا اللي عاملين واحنا اللي مسويين. فحرام الـ كل الجينيتيك ادفانتج دي بوتنشال, جينيتيك بوتنشال, مش هقول ادفانتج لان برضو الاجانب خلاص فشخونا دلوقتي. بس فبس انا نفسي اي حد يعني يسيك ان هو يتعلم اكتر, يسيك ان هو يبقى مور نوليدجبل. بس I fucking love that. بس what would you advise be to someone who is traveling, someone who is traveling, فوقك بالاوتيلات. هو انا اقول بتاع دي اس تيري اللي هي سيك ديسكومفورت. سيك ديسكومفورت اس تيري جامد فشخ. هم قابلتهم اكشلي في كاليفورنيا, رحت خبطت عليهم الباب قلت لهم لوك جايز, ام يو جايز اولويز سي سيك ديسكومفورت, سو هير اي ام seeking discomfort by asking you guys to throw a party with me because I'm just about to hit 100k subscribers. No way. بس وقابلتهم عمار, انا وعمار يعني وي تكست دلوقتي على الانستغرام, وقابلتهم كلهم توماس بقى ومات. بس هم كانوا مشغولين وانا I left before hitting 100k فما لحقناش نعملها, بس مسيرها هتيجي يعني. بس ف seek discomfort يعني اي حد بيسافر اوريدي يعني, السفر مش كفايه عادي يعني, ممكن دلوقتي افتح جوجل مابس واروح الاماكن الجميله دي كلها. It's all about the people و all about the culture يعني. بس ف seek discomfort, جربوا بقى كله اكل مش ما كنتش تتخيلوا تاكلوه, الحشرات whatever, جربوا اقعدوا مع ناس خايفين منهم. بس لان هو once you pass that border اللي انت خايف منه, on the other side of the comfort is where the learning happens.